من أهم المبادرات اللي قاعد نشتغل عليها واللي إن شاء الله تنطلق السنة الجاية، وهي مبادرة المنتدى الاقتصادي للمرأة السعودية. وهذا المنتدى يعني قاعد نجهز له بناء على تقرير طلعته السعودية في لما كانت مستضيفة الجي 20 في 2020. طلعت تقرير تقول في الاستثمار المستهدف في المرأة السعودية له عائد 400 مليار دولار خلال 2030 إلى سنة 2030. وهذه 400 مليار دولار لازم إحنا نجد طريقة كيف أنه إحنا نقطف الثمار حقتها وتصير على مستوى مبادرة السعودية الخضراء. مثل ما السعودية الخضراء كلها صحراء ومع ذلك إحنا استثمرنا في خضرار الشرق الأوسط، هكذا إحنا ننظر أن منتدى الاقتصادي للمرأة السعودية لازم يكون على مستوى مبادرة السعودية الخضراء، ولأن المرأة السعودية تمتلك هذه الإمكانيات فهي مثقفة إلى أعلى درجة وهي قادرة وهي تريد، ها؟ ولذلك المشاركة جاء وقت قطف الثمار هذه، جاء وقت أن إحنا نستغل هذه الفرصة، وجاء وقت أن نحن نركب الموجة. إحنا في زمن 2030 إذا ما استغلينا هذه الفرصة مين استغلها؟ أنا أطالع الصحافة كل يوم أشوف إيش الجديد اللي طلع في بلدنا، تسارع ما شاء الله أنا في حياتي ما شفت زي كذا. فلازم إذا ما ركبنا الموجة الآن مين راح يركبها؟ إحنا كسعوديات مين راح يركبها؟ وإذا إحنا ما شاركنا في استغلال هذه الفرص اللي أعطيت لنا مين رح يستغلها؟ رح يستغلونها العالم الخارجي، فلازم إحنا اللي نعمل فيها. أنا سعيدة لبناتي الجيل الشابات اللي تخرجوا من الجامعات ويلاقوا الوظائف بسهولة. يعني أنا كانت لي الفرصة فرصة أرامكو، لكن أعرف كثير من زميلاتي جلسوا يدورون وظائف ولا كانت لهم الفرصة. هذه فرصة عهد الرؤية إن أعطت الفرصة للمرأة إنها تشارك في جميع المجالات. دحين المستهدف كان إن تصل مشاركة المرأة في الاقتصاد إلى 30% خلال 2030. الحين إحنا عدينا وصلنا إلى 36%، عدينا المستهدف. يوريك قدرة الدولة وقدرة القيادة على أنها توصل إلى مراحل متقدمة ما أعرف أن أي بلد وصل لها. فلازم إذا إحنا ما مشينا مع الدولة نتركها لمين بلدنا؟ لازم إحنا نساند. أملي أن خلال 10 سنين لا نعود نتحدث عن المرأة، نتحدث عن التحديات للمجتمع ككل، ولا داعينا نتحدث عن المرأة. تكون خلاص سكرنا الفجوات واستثمرت 400 مليار في اقتصاد البلد، ويصير مركز نصف بدل ما يكون المركز العربي لتمكين المرأة يكون المركز العربي لتمكين القادة.